بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدين متابعين عبر قناة الأردن الرياضية، أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. الدور الأردني للمحترفين، ملعب البتراء يحتضن لقاء الأهلي مع ضيف فريق الرمثا في لقاء هام جدا للفريقين. حكم اليوم أحمد فيصل، وحكم مساعد أول قيس خميس، ثاني أحمد الحتو، حكم رابع بكر الهبهبة، مقيم الحكام هبة عابد، مراقب المباراة خالد اللوزي، منسق عام أسامة الربابعة، منسق إعلامي يزن الهملان لتحقيق الأهداف لدى الفريقين. الآن أولى الركنيات في المباراة بالأسلوب القصير وتنفذ، والعرضية والرأسية، وهناك تدخل ركلة حرة داخل المنطقة والإبعاد من فيفيان مرات فريق النادي الأهلي. كرة الآن تقطع ولكن تعود مصعد فريق الأهلي، أحمد الياس بالتسديد ولكن تمر بجوار المرمى بعيدة على الجوابري. والآن الكرة مع إباء الرمحي، خالد الدردور يهيئ الكرة، أحمد الياس مرة ثانية، أحمد الياس إلى إباء، وكرة والتصدي من قبل إباء الرمحي. الآن كرة للرمثة ولكنها فوق الرمثة، فوق المرمى لاعبي فريق الأهلي. الآن علي عزايز بالاستقبال، علي بالتسديد والمتابعة من العواقلي، والهدف الأول جول، هدف عن طريق اللاعب المتألق بالفترة الأخيرة عز الدين العواقلي، يتابع الكرة ويسدد داخل المرمى، هدف الافتتاح، هدف من اللاعب الصاعد الواعد الذي لم يكمل عام 17 عز الدين العواقلي. شاهد مرة تسديدة من علي عزايزي، تصل بأحد المدافعين ومتابع بالرأس ثم بالقدم من عز الدين العواقلي، وهدف أول لفريق الرمثة. ركلة ركنية، أحمد الياس بالتنفيذ، وكرة رأسية ولكنها فوق المرمى، أبو هذيب، التسديد من أبو هذيب ولكنها بعيدة، ما في تسلل في اللقطة الماضية. علي العزايزي، علي لاعب خطير وبجوار القائم. أحمد الياس يتقدم للتنفيذ، أحمد الياس وتصدم بحائط الصد وتتحول إلى ركنية أعتقد سادسة أو سابعة. أحمد الياس ينفذ، والرأسية من فيفيان بشار ذيابات، بشار يهيئ الكرة خطيرة ولكن مرت من أمام اللاعب هاشم الخالدي، تتحول الآن مرتدة أخرى لمصلحة فريق الرمثة. الآن الكرة العرضية والقطع وفرصة ذهبية ولكنها ضاعت، كرة بالأمام والقطع، وإباء الرمحي مع الكرة، إباء يتقدم وتذهب في النهاية، والصافرة تأتي الآن أعزائي المشاهدين معلن نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم فريق الرمثة على فريق الأهلي بهدف دون مقابل، توقيع اللاعب الصاعد عز الدين العواقلي في منتصف أحداث الشوط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعين عبر قناة الأردن الرياضية، أسعد الله أوقاتكم من جديد مع انطلاقة أحداث الشوط الثاني من لقاء فريقي الأهلي والرمثة في ختام لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الأردني للمحترفين. الشوط الأول كما تابعناه انتهى بتقدم فريق الرمثة بهدف عن فريق أحمد الياس إلى الدردور، هجم لمصلحة فريق الأهلي، خالد الدردور إلى الجوابري والتمريرة والقطع بصورة رائعة من خالد أبو عقولة. التفيد عن طريق أحمد الياس ينفذ، وفيفيان بالرأس، والمتابعة والخطورة قائمة ولكن الإبعاد يأتي، بالغ بالمراوغة يعود الخلف، والكرة الآن العرضية وكرة رأسية من عز الدين ولكن بجوار القائم. الجوابري هتخذ مع ماهر مروان، ماهر يسدد، ماهر ولكن بعيدة، تنفذ وكرة رأسية ولكنها تخطئ. أحمد الياس إلى الغراب لعكس الكرة، والقطع موجود وتعود إلى سعيدوف ولكنها بعيدة من سعيدوف.
محاولة المراوغة والقتال على الكرة، السعيدوف وايضا الاهلي الان بالهجوم، كرة خطيرة للفريق الاهلي، البشير سيدي ومحاولة ولكن خط الدفاع الرمثاوي احمد الياس بالتنفيذ، وكرة راسية وهدف التعادل، هدف التعادل في الوقت القاتل عن طريق اللاعب البديل يزن الغرابلي بكرة رأسية متقنة ينجح بالتسجيل، وهدف التعادل، هدف التعادل، شاهد الركنية من أحمد الياس والرأسية المتقنة من يزن الغرابلي، وهدف التعادل لمصلحة فريق الأهلي بصورة ولا أروع. يزن الغرابلي بكرة رأسية قوية، الرمثة يحاول أن يصل إلى التقدم من جديد، أبو ضيب عكس الكرة وهناك ربيع الزدي، أحمد الياس باتجاه البشير سيدي، محاولة محمد مشى ولكن أيضا مقطوعة، تتحول الآن أحمد الياس، كرة إلى الجوابرة، هجم لمصلحة فريق الأهلي، الجوابرة محمد المشى ولكن كرة ما زالت مع فريق الرمثة، ممتازة هذه التمريرة، تمريرة ممتازة علي العزايز تسديدة ولكن على مكان وقوف ربيع الزديد، محمد مشى إلى الغرابلة عكس الكرة، خطيرة للفريق الأهلي، الخطورة دبل كيك ولكن أيضا حوالي ستة أو خمسة لاعبين فريق الأهلي، كرة تنفذ والدربكة والمتابعة وتصد، هناك حالة تسلل والآن أعزائي المشاهدين أعزائي المتابعين نهاية أحداث هذه المباراة بتعادل فريقي الأهلي والرمثة في آخر لقاءات الجولة العاشرة من ذهاب الدوري الأردني للمحترفين.